ايه اقول لك على المصريين؟ اقول لك على واقعه. اتفضل. انا جارتي الله يرحمها ويحسن اليها ام منى دي راحت تحج، تمام، هي وجوزها. ما صدقت لقيت شباك الرسول وقعدت. احنا بنحب الرسول قوي طبعا، حبيب المصريين طبعا. فقعدت تتكلم، فجه الراجل بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال لها الله يا مره، ارتكب جريمتين، جريمه ان يقول لها يا مره ونضربها على مؤخرتها. فراحت بصه له وراحت جايباه من تحت بطاطه ورزعته في الارض ما قامش. وراحت ملفوته للرسول قالت له ايه بقى؟ انت ايه اللي مقعدك عند المعفنين دول؟ تعالى عندنا واحنا نتكحل بيك. تخيلي.